والله قلنا واحنا قاعدين بالسياره وسيد الحجازي نقتنس الوقت ونقرا لكم من الطبقات فيها ناس وحلو وفي يعني مثل ما يقولون بدال ما ناس تقرا قصص يعني لهم كيفهم خلي يقرون قصص فكاهيه بس هذه حكاوي الاولياء الصالحين كانوا ناس مبدعين كانوا ناس فادوا البشريه ابو الوالد ابو يعقوب الرفاعيه كله انا اقول لكم كان يقول لي يا ابني خالد اكبر فخر للساده الصوفيه اولياء الله انهم ما ادوا لا انسان ولا تكرموا حيوان ولا جماد ولا نبات عاشوا على الكوكب الارضي بالهناء. الله شنو طلع هذا اقرا يا مولانا ما ادري هذا قلنا ولا لا مولانا اقرا لك محمد بن علي أبو بكر الكتاني البغدادي من كراماته قال رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ألا يميت قلبي فقال قل كل يوم 40 مرة يا حي قيوم لا إله إلا أنت. الله هاي انت سووها. ومن كراماته قال كان في رأسي وجع فرأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال اكتب هذا الدعاء اللهم بثبوت الربوبية وتعظيم الصمدانية وبسطوات الإلهية وبقدم الجبروتية وبقدرة الوحدانية. قال فكتبته وجعلته على رأسي فسكن حالا توفي مكة عام 300 هاي ثاني نفحة اليوم هاي كلها طبية. والله سووهم يا ناس هذول الناس صالحين. والله محمد بن سعدون التميمي توفي عام 344 هاي كلها بال300. محمد بن خفيز من بن خفيف الشيرازي أبو عبد الله هذا معروف من كرامات دعاه برهامي. برهامي شنو مولانا؟ برهامي يعني على برهامي الدسوقي اشاد لي ها سبحان الله. دعاه برهامي الى المكت تحت الماء مرة فمات البرهاني قبل تمامها وتمها هو توفي 371. شنو مولانا كرامة قوية. محمد بن محمد الصوفي البغدادي الواعظ المعروف بابن سمعون مر عليك ابن سمعون من كراماته نقل بعد 33 سنة من قبره فوجد كفنه لم يبلو وقال بعضهم أخرج إلى قبر أحمد بن أحمل وكفناه كما توفي عام 387. سبحان الله. محمد بن الحسين بن موسى أبو عبد الرحمن السليمي النيسابوري الأزدي الله نيسابوري الزبيران توفي عام 412. محمد بن فتوح الأزدي الحمدي الحميدي بن أبو عبد الله الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين الإمام الحافظ من كراماته نقل بعد موته ب3 سنين وكان كفنه جديدا وب الصحيحين تخريج رجال حديث سبحان الله مطبوع الكتاب اي نعم وكان كفنه جديدا وبدنه طريا تفوح منه رائحة الطيب توفي بغداد عام 488. محمد بن محمد الطوسي الإمام طوس اللهم في إيران أبو حامد الغزالي من كراماته هو الطوسي هو أبو حامد الغزالي مولانا والله من طوس قال العارف الشاذلي رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام يباهي عيسى وموسى. شنو مولانا يعني يباهي؟ يقول يعني شوفوا احنا طلع من عندنا ايه يعني. الله يفتخر يعني فيهم اليهود والعبد النصارى سبحان الله يتباهى به يفخر به يعني. غزالي وقال هل في امتكما مثله؟ قال لا توفي عام 505. ايوه محمد بن الوليد محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ابو بكر صاحب سراج الملوك توفي عام 530. محمد بن الحسن بن عبد ربه وعبد الله صاحب كمران وهي جزيرة مشهورة في البحر مقابلة لوادي عطى وحدة مقابلة لوادي سردد. والله سردد وين هذا أحد أودية اليمن مشهور توفي عام 525. محمد بن الفضل توفي عام 538. محمد السماع توفي عام 584. محمد البصري أبو عبد الله محمد بن الموفق الخيواشاني توفي عام 587. محمد بن القائد الأواني من أصحاب عبد القادر الجيلاني وشهد له أنه من المفردين وهم خارجون خارج من عن دائرة القطب والخضر منهم ونظيرهم من الملائكة الأرواح المهيمنون في جلال وهم الكربيونون كربيون وهم مقامهم بين الصديقية والنبوة الشرعية.
قال ابن قائد: تركت الكل ورائي وجئت إليه فرأيت أمامي قدما فغرست وقلت لمن هذا؟ اعتقادي أنه ما سبقني أحد إليه وأني من أهل الرعيل الأول. فقيل لي: هذا قدم نبيك فسكن روعي. يعني لما عرف أن نبي مو ولي مثله، وهو من مشايخ سيدي محي الدين ابن عربي، ذكر له هذه المنقبة في ذكر له هذه المنقبة في الفتوحات. محمد الخياط الإشبيلي أبو عبد الله من شيوخ ابن عربي، محمد بن أشرف الرندي أبو عبد الله يصير على عائلة أبو مزع الرندي ممكن وغيرهم من شيوخ ابن عربي، الله الأندلس الطيب. محمد بن أشرف الرندي بعد أبو عبد الله من شيوخ ابن عربي، محمد الإشبيلي أبو عبد الله من شيوخ ابن عربي، محمد المعروف بزهنهار العجمي الفارس أبو العجمي، يعني يصير حق حبيب ومحمد العجمي أبو عبد الله، شيخ الحافظ زكي الدين المنذري. الله ترغب والترهيب. الله سبحان الله. نختم في محمد بن رسان المصري أبو عبد الله، توفي عام 595 و591. تحب تضيف؟ شكرا. الترغب والترهيب ما شاء الله. الله مدد مدد والمدد شقال. صلى الله عليه وسلم.